تدخل في كل الصناعات الذكية، وأصبحت سلعة استراتيجية للدول الكبرى، ويهدد نقصها بأزمة في صناعات مهمة مثل السيارات. أشباه الموصلات والأزمات الدولية الجيوستراتيجية، اختراع عمره 6 عقود، ظهر مع الحاسب الآلي ودخل تدريجيا في كل الصناعات الحديثة، ويتم قياس قدرته بالنانوميتر، وتتميز بمقاومة كهربائية ما بين الموصلات الكهربائية وعازلاتها، كما أنها تمثل وسيطا مرتفع الثمن يدخل في كل الصناعات الذكية. تواجه الولايات المتحدة الأمريكية عقبة فيما يخص واردات أشباه الموصلات، حيث إن 90% من أشباه الموصلات الأكثر استخداماً فئة 5 نانومتر في صناعات مثل الهواتف الذكية إلى الصناعات العسكرية تصنع من قبل TSMC التايوانية، ولا تصنع الولايات المتحدة أياً منها. ولذلك يسعى بايدن إلى تمرير قانون بتمويل قدره 52 مليار دولار لزيادة قدرة البلاد على إعادة توطين تلك الصناعات الاستراتيجية، ولزيادة قدرتها على مواجهة الصين في ذلك المجال. وحققت الصين أكبر زيادة عالمية في توطين صناعات أشباه الموصلات خلال العقود الماضية، وبذلك ستدخل الولايات المتحدة قائمة الدول التي تدعم تلك الصناعات مثل اليابان والصين والهند وألمانيا. أشباه الموصلات تعتمد على مواد نادرة مثل غاز النيون المكرر، والذي توفر أوكرانيا 25-35% من الإنتاج العالمي منه، ومعدن البلاديوم النادر والذي توفر روسيا 25-30% منه. ولذلك تعقد الأزمة بين البلدين تدفق إنتاجها العالمي. تجارة أشباه الموصلات تعتمد في نقلها على النقل الجوي، والذي تقلصت سعته بسبب أزمة أسعار الطاقة العالمية. تواجه سوق الصناعات الوسيطة قصورا في وفرة المواد اللازمة في إنتاجها مثل الموصلات الكهربائية. برأيك، هل سيتعافى قطاع صناعة أشباه الموصلات رغم تلك الصعوبات؟